خلينا نقول ان امبارح الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس اعلن عن وصول الحوض العائم فخر القناه، وده تمهيدا لضمه لترسانه بورسعيد البحريه بعد نجاح عمليه مروره ضمن قافله الجنوب في عبور خاص جدا. طبعا مش عايزين نقول ان ده كان يعني في رحله قادم من ترسانه في كوريا الجنوبيه من اجل الانضمام الى الحوض في بورسعيد. خلينا نتعرف اكثر على تفاصيل عن هذا الحوض العائم فخر القناه، ومعانا على الهاتف الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس. صباح الخير يا فندم، واهلا بحضرتك في صباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. عايزين نعرف يعني ما هو الحوض العائم فخر القناه، ولماذا انضم الى الترسانه في بورسعيد؟ الحقيقه ان الحوض العائم ده بيستخدم في اصلاح وسائل السفن، ودي خدمه من الخدمات اللي احنا لازم نقدمها ونرفع مقدراتها للسفن اللي بتعمل قناه السويس، لان بعض السفن ساعات بتحتاج عمليه صيانه والاصلاح لحاجه الاعطال او الاصابات تحت خط الميه، واللي تحت خط الميه ده لازم تترفع السكينه كلها على حوض ما تبقاش في الميه، يعني تبقى حوض جاف وتطلع فيه، وبعد كده تتم عمليه الاصلاح تحت خط الميه. فاحنا كان عندنا احواض بس القدره بتاعتها كانت من 5 طن لغايه 25000 طن، واحنا زودنا كمان بقى الحوض الجديد ده 35000 طن عشان تبقى نقله نوعيه لقدرات ترسانه بورسعيد، ونرفع القدرات بتاعه الاصلاح والصيانه بتاعه ترسانه بورسعيد ل 35000 طن، وده برضه هيتيح ان احنا ننوع مصادر الدخل بالنسبه لقناه السويس، ما نعتمدش بس على العائد من العبور السفن، لا بنزود المصدر الدخل، نقدم خدمات، يبقى السفن اللي بتيجي والتوكيلات بتاعتها والخطوط دي بتشوف احنا داخلين على مكان هنعبر قناه السويس، ايه الخدمات اللي ممكن تقدمها لنا؟ هل في مثلا خدمه تموين وقود؟ بقى في خدمه تموين وقود بالظبط. هل في خدمه جمع مخلفات الصلبه والسائله في قناه السويس قبل ما اخش القناه؟ ايوه في موجوده. هل في صيانه اصلاح سفن؟ ايوه موجوده. هنا بقى في يعني لازم الخدمات كلها تبقى موجوده عشان السفن دي بتعمل جذب برضه للسفن الجديده ما كانتش بتعبر في قناه السويس. طب ده يعني بلغه الارقام هيفيدنا في كام في الميه من السفن اللي ما كناش بنخدمها ومتوقع يدخل لنا قد ايه؟ لا يعني هي بلغه الارقام ممكن نقول ان احنا نزيد من قدرات القناه ان هي تبقى جاهزه ان هي تستقبل سفن اكبر فيها اكبر وفيها مشاكل ممكن عايز تخش احواض قبل ما تعبر قناه السويس، لكن النسبه بالظبط احنا مش نقدر نقول، لكن يعني نقول ان هي تتراوح مثلا من 5 ل 10%، فاحنا ما بندورش على النسب دي لان الناس تكون جاهز، بس لو مركب واحده حتى في الكونفوي كله فيها مشكله وما لقيتش الخدمه دي ممكن تاني مره ما تجيلكش. طب ايه هي الخدمات؟ في مشكله ايه الخدمات اللي ممكن تقدمها فخر القناه وما بتقدمهاش الاحواض الاخرى يا فندم؟ فخر القناه طبعا هيتحمل السفن اللي هي 35000 طن الحموله بتاعتها، يعمل عمليه اصلاح ليها ويغير اجزاء من البدن، يغير نفاصات، يغير عواميد رقاص، يغير يعمل عمليه اصلاح تحت خط الميه، حاجات كتير جدا من الخدمات طبعا، وحوزه قدرات عاليه جدا ان هو يستقبل هذه السفن اللي عندها كل الخدمات اللي ممكن، حتى اصلاح الماكينات ممكن تعمل اصلاح ماكينات موجوده في داخل الحوض، تغيير اجزاء داخل المركب كمان مش لازم خط الميه، يبقى ممكن جوه المركب كمان تعمل لها عمليه اصلاح وصيانه، ودي الخدمات دي احنا بنقدمها على فكره في السويس برضه، فبقى كده عندك انت في السويس تقدر سهله السويس دي في حوض 55000 طن، فيبقى عندك هنا حوض 55000 طن، وفي الشمال في حوض 35000 طن، فانت ماسك المدخلين الشمالي والجنوبي. صحيح. بخدمات بتقدمها لصيانه واصلاح السفن. صحيح. ممكن فعلا حد يسال ليه تم وضع ده تحديدا في بورسعيد؟ يعني ما طب مدخل القناه الجنوبي اكثر استقبالا للسفن ولا مدخل القناه الشمالي يا فندم؟ تقريبا متساويين نسب بسيطه جدا. وطبقا للتوقيتات يعني مثلا احنا دلوقتي بنستقبل من الجنوب اكثر نتيجه ان سفن البترول مشتقات البترول اللي جايه من الجنوب اللي رايحه لاوروبا اكثر شويه. يعني بس طبقا للموقف الاقتصادي الموجود في العالمي الموجود يعني، لكن تقريبا بيبقى النسب كمان مش كتير قوي، الفرق بيبقى 5 6 مراكب عن الشمال عن الجنوب، لكن تقريبا بيبقوا متساويين. لكن وضع يعني هذه الترسانه في الشمال مع وجود اخرى في الجنوب ساوى يعني الوضع في الحتتين. الخدمات اللي احنا بنقدمها سواء في الشمال او في الجنوب تماما. تطوير الاصلاحات الخارجيه، هل الحوض العائم ده يعني هيعد الاضافه الاحدث لترسانه بورسعيد؟ يعني هل في اشياء اخرى ربما تنضم لهذا الامر، ولا هو الامر الاحدث في
بورسعيد على لا هو ده لا لا مش بس كده هو الاحدث، لكن احنا دلوقتي بنبني كمان ثلاث قطارات بالتعاون مع الصينيين مع شركه جوانزو، كنا مسؤولين معاهم على ست قطارات، بنوا ثلاثه هناك في الصين وجم وشغالين دلوقتي داخل الخدمه، وبنبني ثلاثه برضه في تركان بورسعيد بالتعاون مع شركه جوانزو الصينيه. الحقيقه ان احنا ما بنبطلش تطوير مع كل العالم مش بس مع حاجه محدده، يعني مثلا احنا عملنا الكراكات في هولندا، الصين ست قطارات بتوع جوانزو، كوريا الجنوبيه دول الحوض العائل، مع اليابان شركه جايكا مثلا بنعمل سفينه انقاذ ان شاء الله يعني تخش خدمه الانقاذ قريب ان شاء الله، مع تسلسل اسكندريه البحريه بنعمل حوض قطرتين 190 طن كوتشات 90 طن مع القطاع الخاص، شركه سان الجنوب البحر الاحمر بنعمل 10 قطرات كوتشات 90 طن، يعني احنا مش مركزين على حد ولا بننوع مصادر التعاون على العالم كله، زي ما قال سيادة الرئيس لازم ان انت يكون عندك تنوع في مصادر الدخل ويكون عندك قدرات عاليه جدا في قناه السويس، قناه السويس هي عالميه بس تكون القدرات بتاعتها عاليه بالظبط. كنا عايز اقول لحضرتك ال 10 قطارات اللي احنا بنعملهم مع شركه سان الجنوب البحر الاحمر، احنا كنا طالبين من سياده الرئيس نعمل 4 قطارات هو قال خليهم 10، صحيح يعني هو دايما يزود في القدرات ودايما يوصي بان القدرات بتاع قناه السويس تبقى اعلى قدرات واعلى حاجات فنيه، اعلى قدرات فنيه كمان موجوده في الهيئه. صحيح. طب ده يعني لو اتكلمنا على المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس واستقبالها لمشروعات جديده، ازاي ده بيخدم على ده؟ هل الاثنين بيتكاملوا؟ انا عارف ان الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس ربما يكون لها شان مختلف، ولكن بالتاكيد في تكامل ما بينكم. اشكر حضرتك، سؤال جيد. طبعا دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول عليها، المراكب اللي تيجي تخش شارع بورسعيد او تيجي تخش قناه السويس بتسال ايه الخدمات الموجوده اللي انا ممكن استفيد بيها؟ يعني سفن جايه تربط في شارع بورسعيد هتنزل بضاعه، يمكن عنده حاجه في الامن انها تحت خط الميه. طب في حوض قريب انا اخش فيه ولا لازم هروح لغايه اخر الدنيا عشان اعملها، يعني اروح في الصين ولا اروح فما يلاقي، فدي تخلي جذب السفن بيبقى اكتر. فاحنا لا في تكامل طبعا، احنا كمان بين الهيئه الاقتصاديه وهيئه قناه السويس، وان احنا بنعتبر ان كل السفن اللي بتخش شارع بورسعيد هي غالبا عابره لقناه السويس. والعكس صحيح، فالخدمات اللي احنا بنقدمها خدمات مشتركه، يعني حد خدمه الامداد بالوقود دي بالاشتراك مع تعاون مع الهيئه الاقتصاديه. لا فطبعا هي كل المراكب بتخش تبقى كل المنطقه اللي داخل فيها او بيعبر فيها بيسال ايه الخدمات اللي انا ممكن استقبلها نتيجه ان انا ممكن يبقى في طارئ محتاجه، ممكن عايز امون وقود، عايز اعمل عمليه اصلاح، عايز المخلفات اللي عندي عايز اخلص منها قبل ما اتحرك. فدي لا الاثنين متكاملين والاثنين بيخدموا على بعض، ومهم جدا ان في خدمات كتير جدا سواء في شارع بورسعيد او في قناه السويس عشان جذب سفن جديده تعبر قناه السويس او تخش شارع بورسعيد. سؤالي الاخير يا فندم، اذا نظرنا للمنافسين ودايما يعني بنشوف او بنقارن نفسنا بهذا الامر، المضائق الاخرى او القنوات المائيه الاخرى اللي بتقدم هذه الخدمات، هل نعد نحن الافضل عالميا؟ بلا شك احنا الافضل عالميا دلوقتي في مجرى ملاحي الاول في العالم، واقصر طريق ملاحي وامن طريق ملاحي، وخاصه بعد مشروع العملاق اللي اذن بيه سياده الرئيس اللي هو مشروع قناه السويس الجديده. فطبعا احنا دلوقتي بقينا من القنوات الاولى في العالم والمحط كل انظار العالم، يمكن نفتكر ايفر جيفن والناس كلها كانت واقفه متوقفه ونشوف القناه تفتح امتى، احنا محتاجين نقعد في قناه السويس مستظرين القناه تفتح، فده كله يدل ان لا احنا دلوقتي بقينا الافضل عالميا الحمد لله رب العالمين. بنشكرك سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس على هذه الاضافه، وبالتاكيد زي ما قال سياده الفريق يعني قناه السويس هي الافضل عالميا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يبخل ابدا ابدا على هذه القناه من اجل تطويرها ومن اجل وجود خدمات فيها بتعد الاحدث، بنشوف دايما الاجدد ايه عالميا او الاحدث ايه عالميا وبنطوره علشان نستقبل. في تكامل كبير ما بين هيئه قناه السويس من جانب، وفي تكامل ايضا ما بين الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس المشرفه على عدد كبير من المشروعات المقامه على ضفتي القناه.